هنروح لكرة السلة سيدات، يمكن كان عندنا مباراة مع هليوبلس، مباراة حاسمة، كنا كسبنا أول مباراة، تاني مباراة خسرنا، رحنا على مباراة فاصلة كانت في صالة الشهداء، يعني كانت من يومين، وفزنا على هليوبلس العنيد 83-57. طبعا الفريق بقيادة الكابتن علي هاشم، عندنا إصابات 4 لاعبات، ولكن ده ما منعناش أبدا إن احنا نطلع نهائي بطولة القاهرة. هنلعب مع الجزيرة إن شاء الله يوم الخميس النهائي، يوم الأربع، أنا آسف يوم الأربع النهائي. وخليني أقول لكم إن كايلا اللعيبة المحترفة للنادي الأهلي حاطط سكور، الحقيقة أنا لعيب باسكت وبقول لكم الموضوع ده كان صعب قوي، حاطط سكور 51 نقطة في ماتش هليوبلس، وحاطط 41 نقطة في الماتش عندنا. الحقيقة السكور ده ما بسمعوش كتير، يعني نادر لما تلاقي حاجة و20 حاجة و30، لما حاجة و40 حاجة و50 ده ما بسمعوش كتير في الباسكت. ولكن ده لو ده فبيدل النادي الأهلي دلوقتي ما شاء الله بقى بيجيب لعيبة من ليفل 1، وهو ده اللي قلناه. والحقيقة الثقافة اتغيرت واختيار اللاعبين اتغيرت، والنادي الأهلي يعني ارتفع بطلباته مع طموحات جماهير النادي الأهلي والأجهزة الفنية. كاميرا الأبطال ما فوتتش المناسبة دي الحقيقة، وكنا مع البنات في الماتش، عملنا تقرير طبعا في ماتش هليوبلس والأهلي الفريق الأول لكرة السلة السيدات، نشوف التقرير ده على حضراتكم تاني. على المكسب طبعا، هي الظروف كلها صعبه جدا، البطوله دي بتاعت السنه اللي فاتت ماشي، التوقيت وحش قوي، احنا عرفنا في يوم وليله اللي احنا هنلعب، فرقه فيها 5 عناصر مصابه، الاجنبيه لسه واصله، المفروض في منتخب مصر تحت 18 سنه وفي منتخب درجه اولى بيتمرن يومين في الاسبوع، فما كانش عندنا وقت. التايم انا شايف ان التايم التوقيت وحش جدا اللي احنا نلعب في الكلام ده، مش عليا بس، على الـ4 فرق، يعني كميه اصابات هتبقى غير طبيعيه، بس الحمد لله يعني ربنا كرم. احنا فرقه طبعا زي ما انا قلت قبل كده في الحلقه قبل كده، الفرقه في 7 جداد، فال7 جداد دول عشان يخشوا جوه الفرقه عايزه وقت كبير شويه، ما كانش عندنا وقت بعد ما الدوري اللي خلص، فان شاء الله ستيب باي ستيب فرقه النادي الاهلي كلها، يعني انا ما بقولش اصابات، في اصابات في، لكن كل الناس اللي موجوده عندهم خبرات ولعيبه النادي الاهلي، فعدينا الحمد لله وربنا سهل الفاينل باذن الله. النهارده قدرنا نفوق شويه عن امبارح، امبارح كان عندنا مشكلة شوية في الدفاع، فالنهاردة الحمد لله قدرنا ان احنا نحلها من اول دقيقة، متهيألي لما عملنا دفاع كويس هو ده اللي كان سبب يعني في فرق بين النتيجتين، وربنا يوفق ان شاء الله في النهاية. الحمد لله احنا النهاردة ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نكسب، خسارة امبارح كانت غير متوقعة، بس احنا عندنا اصابات كتير، فالنهارده ركزنا اكتر ان احنا عشان ان شاء الله نتاهل فاينل مع الجزيره. هو بصراحه طبعا امبارح كان حصل يمكن فتره توقف، والماتش كان جيم مفاجئ، فبالنسبه لنا يمكن كنا مش مؤهلين نفسنا كويس عشان الجيم، بس قدر الله ما شاء فعل على جيم امبارح. هي طبعا هي بطوله صغيره، بس طبعا بطوله مهمه كل حاجه، واحنا طبعا اتكلمنا مع بعض ما ينفعش الجيم كان يبقى على ملعبنا ونخسره في وسط الجمهور والناس كلها بتتفرج علينا، عشان كمان نتأهل فاينل كان هيبقى شكلنا وحش بجد قوي لو احنا خرجنا من بطولة المنطقة، يعني وتعتبر اول بطولة في السيزن. فالحمد لله عملنا اللي علينا النهاردة وكنا كويسين جدا من اول كورتر عشان نوصل للاخر كويسين يعني، بقى كان ان شاء الله بقى عندنا متهيألي اي ثينك الاربع الجاي الفاينل مع الجزيرة. والله احنا مبسوطين جدا، اكيد ان احنا كسبنا النهارده، وخساره امبارح دي ما هزتناش خالص، احنا كل ماتش بالنسبه لنا يعتبر فاينل. ماتش امبارح يمكن هو اللي ادانا الحافز ان احنا النهارده نقدم سكور كبير، كناش عايزين نكسب بس كنا عايزين نرد هزيمه امبارح وبفرق سكور، وده فعلا اللي حصل. عملنا ديفنس كويس، اعتقد هو ده اللي فرقنا عن امبارح. امبارح هم كانوا موفقين بزياده، احنا النهارده لا احنا فارقين فعلا من اول دقيقه في الماتش، واحنا شايفين فارقين من الاول بسكور كبير، هو ده اللي خلانا نركب الماتش من اوله. I think we're just a little more focused than last game. Last game was our first game together, my first game in Egypt. So we're just kind of getting the wrinkles out. I think today we came in a little more prepared, focused on, you know, their best player Lucas. So it was a good win today and a great focus from everybody. هي اول مباراه ليها مصر، واول مباراه تقريبا للفرقه بعد ما بقت شكلها الفرقه، الناس الجديده اللي جت في الفرقه. احنا النهارده كنا مركزين اكتر،
مركزين ومجهزين نفسنا ومحضرين نفسنا اكتر عن امبارح. We have a lot to work on. Like I said, we only had a couple practices together, so we have to get back in the gym and focus on the things that we didn't do good on this team with this match and just get better from there. احنا قدامنا تمرينتين تقريبا على حد ماتش الفاينل. لازم نجهز نفسنا ونعرف اللي احنا عملناه غلط المره دي في الماتش ده وماتش امبارح عشان نصلح غلطاتنا دي.